مش عاجبك كلامي؟ ما تردي يا بنتي، اتكلمي، ردي على ابوكي. اهو ده اللي انت فالحه فيه، كل ما تتزنقي ترمي نفسك في حضن امك وتعوري تعيطي، يكون في علمك. ما تصلي على النبي بقى يا عرفان الله. عليه الصلاه والسلام. والله فتحي ده صعبان عليا، هيعمل ايه اكتر من كده؟ ما تردي، انت تغلطي فيه وهو يجي يصالحك بنفسه. اسمعي بقى، انا مش عايز اعلي صوتي اكتر من كده، الرجاله قاعدين بره. يعني عايزني اقول له ايه يا بابا؟ تقولي له متاسفه وما عدتش اعمل كده تاني. يا بابا ده بيقول انه مش راجع السعوديه تاني، يعني جايبنا انا والعيال وهو مرتب كل حاجه. يعني ايه مش راجع السعوديه تاني؟ والله اسالوه. ما يرجع ولا ما يرجعش، هو الراجل وعارف وشايف المصلحه فين. الدور والباقي عليك انت اللي مالكيش كبير. لا اله الا الله، اذا كنت بتعملي ده هنا امال هناك كنت بتعملي ايه؟ يمكن يا بنتي يكون عنده ترتيب تاني عشان يشتغل شغلانه تانيه هنا. هيشتغل ايه بقى؟ صبي موان. لم نفسك يا بت ويلا قومي روحي مع جوزك، انا خارج مستنيكي بره مع جوزك. قسما بالله العظيم انا ماسك نفسي بالعافيه عشان مش عايزه اموتها من الضرب. ملوش لزوم يا عم عرفان. هيطبتك دي يا فتحي يا ابني اللي خربت الدنيا، واللوم والعتاب عليك انت. علي انا؟ ليه؟ انا عملت ايه؟ دي بنت ضلوعها مفروده زياده عن اللزوم، لازم كل يوم والتاني تلمها عشان المركب تمشي. اه يعني افهم من كده اللي هي مش هتروح معايا البيت؟ لا هتروح معاك حتى لو كانت جثه امده. ليه بس؟ اعوذ بالله يا حاج عرفان، اعوذ بالله. هو لو ممكن حضرتك بس تسمح لي اقعد معاها هنتكلم كلمتين. يا سلام يا دكتور. حاضر، تعالى يا فتحي يا ابني نقعد عندي في الاوضه شويه لحد ما نشوف اخرتها معاها ايه. اخرتها خير ان شاء الله. اتفضل يا ابني. ما وصلكش يا حاج. اتفضل يا عم الحاج. اتفضل. بدريه، الدكتور احمد عايز يقعد معاكي شويه. يا بنتي ربنا. اتفضل يا ابني. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا بدرية. خير يا دكتور؟ خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، خير. بصي أنا مش عايز أتكلم في اللي فات، خلينا نتكلم في دلوقتي واللي جاي ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ما حدش منا يعرف عنه أي حاجة. ونعم بالله. مبدئيا لما بنبدأ كلامنا أو أي حاجة هنعملها ببسم الله، ربنا سبحانه وتعالى بينزل علينا الفتح وبيفرجها من عنده، دي هبات من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش عايزين نكفر بيه. ولما الواحد يقفل بايده باب رزق ربنا فتحه له يبقى اسمه ايه؟ ضلال، جهل، والعياذ بالله. روح اساله هو ليه عايز يسيب السعوديه. هو مين ده؟ اخوك فتحي اللي انت جاي وتعب نفسك ومتنحرر قوي عشان تدافع عنه. لا انا اول مره اسمع عن الموضوع ده بصراحه. طب اديك سمعت. طب بص بقى يا بدريه، طالما انت يعني فتحت الكلام خلينا نتكلم. اللي سمعت منه في موضوع السعودية انك انت بتنسيبي شغله وفلوسه وكل مجهوده هناك ليك انت. ده جزاتي عشان بساعده؟ ده بدل ما يشكرني؟ لا هو الشكر بس بالكلام يا ام خالد؟ ده جيته لحد هنا ده مش شكر. حبه ليكي، تمسكه بيكي، ببيته، بعياله، ده مش شكر. جرجرتي انا معاه لحد هنا شكر. وبعدين عايز اقولك على حاجة مهمة بصراحة. اتفضل. ما تزعليش مني. الخطيبة لما تتخطب بيبقى خاطبها شغال عندها، ولما بتتجوز بتبقى هي شغال عند جوزها. يعني ايه بقى؟ هو اتجوزني عشان ابقى شغال عنده؟ استنى اما اكمل كلامي يا بدريه. اتفضل. بعد ما بيخلفوا بيبقوا هما الاثنين شغالين عند ولادهم وراهم، عشان كده بقول لك خدي بالك من بيتك ومن ولادك واستثمري فيهم وفي جوزك. بقول لك عاوز يسيب السعوديه ويجي يشتغل هنا صبي موان. يا خساره يا بدريه، تبقي ما عرفتيش فتحي. أي حاضر يا بنتي. انتوا عايزين مين؟ احمد توفيق. انتوا مين؟ امن دولة. يا لهوي، امن دولة ليه؟ هو عمل ايه؟ في ايه سميحة؟ جرى ايه يا جدع؟ انت عايز منها ايه؟ الحقيني يا ماما الحقيني، دول امن الدولة عايزين ياخدوا احمد. يا خرابي، الحقنا يا حاجة مش عايشة. ايه ايه في ايه يا ام سميح؟ اهدي كده وصلي على النبي. عليه افضل الصلاة والسلام. زوار الفجر دخلوا بيتنا يا حاج. فجر ايه بس؟ ده احنا لسه في عز الظهر.
اتفضل اقعد يا حضرة. انا مش جاي عشان اقعد، انا عايز احمد توفيق. احمد مش هنا يا ابني. مش ده بيته؟ ايوه بيته، هو ساكن هنا بس هو مش موجود دلوقتي. هو عمل ايه بالظبط؟ ما عنديش اوامر اقول لكم هو عمل ايه. طب ما تعرفوش هو فين دلوقتي؟ لا والله يا ابني هو نزل بدري، لكن اول ما نعرف طريقه ويجي هنقول له سعادتك سالت عليه. يعني ايه ما تعرفش؟ ها؟ امال جايين يقبضوا عليك ليه؟ اكيد عملت حاجه. والله ما عملت حاجه، لو عملت حاجه هقول لك. لا تقول لي ولا تعيد لي. انا هاد انت قلبي مش مطمن لك من زمان، حاسس انك هتودينا كلنا في 60 داهيه. ومهرب دلوقتي حالا، اهرب يا حاج توفيق. ايه ده؟ مش كده امال؟ اهدى ازاي بس يا حاج ابو شعيش؟ اهدى ازاي دلوقتي؟ تلاقيهم هيطبوا علينا على غفله كده ويشمعوا لي المحل ويقفلوا لنا باب الرزق. انت مستني ايه يا احمد؟ يلا ومهرب. لا اله الا الله، اهرب اروح فين يابا؟ انا شويه وهروح اشوف في ايه. ايه تروح لهم برجليك؟ تجننت؟ تهبلت يا واد؟ دول يودوك ورا الشمس. يا حاج احمد عنده حق، هم مش جايين يقبضوا عليه، هم جايين يسالوا عنه. لو عايزين يقبضوا عليه كانوا استنوه في اي حته ومسكوه. قول له حاجه يا حاج. وهو انا لسه هستنى ولا يا اخويا؟ بقول لك يا حبشي، روح انده لمحمد اخوه من البيت بسرعه، هو اللي هيقول لنا ويفطمنا على كل حاجه، لان الواد ده مش هينطق مش هيقول. حاضر يا حاج. وهو هتجيب لهم سيره في البيت. حاضر. طب افرض ما لقيتوش. ما لقيتوش ده ايه؟ تشوفولي في اني داهيه وتجيبه يا حبشي وبسرعه، واياك تجيب سيره لحد، انت فاهم؟ هو نزل من بدري؟ من صباحيه ربنا. يا ليله مش فايته. مش فايته ليه يا حبشي؟ انطق في ايه؟ لا اطمني اطمني، ان شاء الله مفيش حاجه. مفيش حاجه. مفيش حاجه زي حبشي، بتنطق في ايه؟ حنطه يا مديحه، حنطه. بس وحياه اغلى شيء عندك، ما تقولوش للحاج اللي انا قلت لكم حاجه. يا لهوي. ده من ايه يا احمد؟ وانت عملت حاجه يا فندم؟ انا مش قلقان والله، مفيش حاجه خالص. بس هو انا زي ما بقول لسعادتك كده، في اليومين اللي حضرتك بتقول ان المشكله حصلت فيهم انا كنت بحضر نفسي للجواز. عارف والله، وحتى لو كنت موجود في موقع الحدث نفسه، ملفك اللي عندنا وسيرتك تخلينا نصدقك ونثق فيك كويس قوي. طب الحمد لله، يعني انا هنا بصفتي مش متهم. اكيد صفتي شاهد. ممكن. طب انا ما اعرفش اي حاجه اشهد عنها. ايوه بس انت محسوب عليهم يا احمد. طب واللي انا محسوب عليهم جنابك دول عملوا ايه؟ اشتبكوا مع العيال الشيوعيين بالسنج والجنازير. طيب ما تنساش سعادتك برضه ان شويه العيال الشيوعيين دول كان لازم حد يتصدى لهم، يعني احنا كده دافعنا عن امن الجامعه. الله، بس انت ما كنتش معاهم يا دكتور. ايوه ايوه، بس ده ما يمنعش اني ادافع عن بعض افكارهم، يعني اقف معاهم ضد صوت الشيطان. ما تهدى علينا شويه يا دكتور. لا العفو يا فندم، انا ما اقصدش، انا اقصد يعني ان وجود العيال الشيوعيين دول خطر جدا على امن الجامعه. والله ان جيت للحق انت وهم، المفروض ان الجامعه دي للدراسه يا دكتور مش للصراعات السياسيه. والله سعادتك، يعني لو طبقنا شعار الرئيس الجديد يبقى احنا بنعمل الصح. شعاري بقى؟ الرئيس السادات قال إن مصر هي دولة العلم والإيمان. العلم متمثل في الجامعة والإيمان متمثل فينا إحنا. أيوة بس ما توصلش لدرجة الاشتباك يا دكتور. سعادتك اعتبرها عين حمراء وكان لازم يشوفوها وشافوها. يعني إيه؟ يعني القطة دبحت لهم خلاص سعادتك. إنما من ناحية الجماعة الإسلامية دي أول وآخر مرة. وهو ده أنا عايزه منك يا صديقي أحمد. أنا عايزك في وسطهم صوت ناضج وفاهم وواعي. واعي؟ مخبر يعني؟ لا طبعا مش مخبر يا حاج. انا عارف انت بتفكر ازاي، وعارف هما كمان بيثقوا فيك قد ايه، عشان كده عايزك تبقى لسان حالنا في وسطهم، مش عايز مشاكل. تمام يا فندم. تمام، تقدر تتفضل يا احمد. شكرا. بالمناسبه احنا هنلغي نشاط المعارض اللي انت بتعمله ده، احنا مش عايزين احتكاك بينكم الفتره الجايه. يا سبحان الله، وهي المعارض سعادتك اللي بتعمل احتكاك بس؟ يعني مش معقول، يعني الحاجة اللي قدرنا بيها نساعد شوية الطلبة الغلابة واقفين بينا وبينها. استغفر الله العظيم يا رب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله يابا، خلاص عدت على خير. أنت ليه مش مصدقني؟ لا يا أخوي مش مصدقك. يابا لو كان في حاجة لا قدر الله ما كانش سابوه. ما هو لو ما كانش في حاجة ما كانوش جم وخدوه من أصله. ما هو قال لك عشان الخناقة اللي بالجنازير يابا، اللي هو ملوش فيها أصلا. ملوش فيها جايز، لكن أكيد ليه في الناس اللي عملوا الخناقة. وادي يا أحمد، اوعى تكون مربى دقنك دي يا واد عشان الجماعات والاخوان وشغل السياسه اللي مالناش فيه. لا اله الا الله يا حاج، مال الدقن ومال السياسه بس؟ جرايه يابا، هو كل واحد مربى دقنه ليه دعوه بالسياسه ولا بالاخوان؟
الحمد لله اللي جت على قد كده. خليه يروح بقى يطمنهم في البيت، هتلاقي انهم قلبينها مناحه. خلاص بقى يا مديحه. الله بس يا سميحه، في ايه؟ ما انا كويس قدامك اهو زي الفل. الحمد لله على سلامتك يا ابني. عملوا فيك ايه؟ ضربوك ولا جلدوك الظلمه؟ جلدوني ايه بس يا امي؟ لا اله الا الله، انا ما حدش يقدر يتعرض لي اصلا. امال خدوك ليه؟ تشابه اسماء. ليه يا اخويا؟ انت فاكرنا عيال صغيره تضحك علينا بالكلمتين بتوعك دول؟ تلاقيهم خدوك عشان دقنا. ايه؟ تحلقها دلوقتي حالا. احلق ايه بس ياما؟ اهدوا يا جماعه كده وصلوا على النبي. وما مسامح عمل لهم شويه كركديه يروقوا دمهم. اه يا ريت يا حاجه. كركديه ايه بقى يا حاج؟ ده انا هقوم اعمل لك لقمه تبر بيها نفسك زمانك على لحم بطنك من الصبح. الله يكرمك. بقول لك ايه يا احمد؟ تعالى عايزك في كلمتين على ما اللقمه تجهز. على عيني يا حاج. سايقه عليك النبي يا حاج ابو شعيشه، لا تبرد ناري وتقول له الكلمتين دول هنا. انا عارفه انه مش هيتكلم مع حد غيرك، بس انا كمان امه عايزه اطمن عليه. شفت افكارك ودتنا فين؟ مالها افكاري؟ حطيتنا تحت العين، وعين الحكومه مالهاش اخر. كويس، عشان يحسوا بوجودنا. يا راجل اذا كان هما اللي فتح لنا الباب على الاخر، اذا كانوا هما اللي ادونا اللجام، نقوم احنا نركب الحصان بالعكس ونحط اللجام حوالين رقبتنا ليه؟ انت مش فاهم حاجه. فهمني يا فصيح. ما انت لما تشتغل بشروطهم يبقوا بيستخدموك. اما يستخدمون اذا كان استخدامهم ليا ده هيقطع لسان ودراع الشيوعيين الكفر، ما يستخدموني. اذا كان ده اللي هيخلينا نعرف نساعد زملائنا من الطلبه المساكين يستخدمونا يا اخي. يا ابراهيم احنا نصنا بيتحقق معاه والنص التاني في المستشفيات، وانا وحضرتك بنتخانق مع بعض. هما بعتوا لك في امن الدوله ليه؟ عشان اخرجكم. باعتبارك مين؟ باعتباري الواجهه اللي انتوا بتداروا فيها، او باعتبار الراجل اللي بيحاول يحافظ على اسم الجماعه في كل جامعات مصر، او بصفتي اجباركم. ايوه بس انت المفروض. الاذان. ايوه بس الاذان.